يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نخبركم بأننا نحبكم في الله. السؤال: هناك أقوام يذهبون إلى قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون في قرية الأبواء، فيتبركون به ويدعون أم الرسول من دون الله أن تقضي حوائجهم، فيضعون على قبرها العطور والزهور والمفارش الخضراء التي يضعونها على الموتى. نرجو أن توجه لهم كلمة تبعدهم عن ذلك، وجزاكم الله خيرا. زيارة القبور من أجل التبرك بها وطلب الحوائج منها هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لا أم الرسول ولا غيره. زيارة القبور من أجل التبرك بالأموات، طلب الحوائج منهم ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يدخلوا في الإسلام من جديد، ولا يكابروا ويبقوا على الشرك فتحبط أعمالهم والعياذ بالله. إنما زيارة القبور المشروعة هي أن تزور القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ بالأموات والدعاء للمسلمين